السلام عليكم، انا المسمى ابو سليم عبد الكريم، الاب ديال القصيره اللي تغتصبت اللي اغتصبها ولد الفشوش اللي بقى قاضي في المحكمه. ورحنا درنا الاعلان الاول والثاني والثالث في الصحافه، ورا ما بانت لنا سيدي حتى حاجه. الله يجازيكم بخير. هذاك الشيء اللي دايرين لي البنت ديالي ووسخوها ليا واغتصبت وخرجوا لي عليها، هادشي راه ما مشاركاش فيها ام المغتصب والمغتصب، راه ثلاثه من الشرطه في مدينه الجديده ونائب وكيل العام كيخلعوا الدريه ودخلوا معها في شي حوايج واستغلوا الخوف ديالها من الاب ديالها وداوها للسبيطار. انا جميع المحاضر اللي عندي هنايا كلهم وقع عليهم انا، الا من اللي بغاو يشيو يدوا الدريه للسبيطار ويدوا عند مشرفه اجتماعيه هنا فين وقع المشكل اللي ما كنتش كنفهم انا دابا عاد بديت كنفهم فيه. داو ديك الدريه وضحكوا عليها بالكتبه تما عند خبيره، وداوها عند المشرفه الاجتماعيه والدريه ما كديرش المخدرات ووسخوها. علاش هاد السيد وكيل العام ها هما هنا البوليس كيشيروا بان هو خاصهم يعطيهم واحد الاذن باش يديروا واحد الخبره للتليفونات ديال المغتصب والقصيره والام ديالو. علاش السيد وكيل العام ما بغاش يعطي هاد الموافقه؟ علاش؟ وانا هادشي انا كنت كنقول ما فهمت والو. دابا انا راه بنتي راه لقيتها مغارين بها لا بوليس ولا في المحكمه ولا ام المغتصب ولا المغتصب. كيفاش هاد المغتصب اللي اغتصب ليا بنتي وشال للمحكمه وتحفظ الدوسي وخرجت ام المغتصب كتخلع في الدريه وكتقول لها ناري باباك غيدبحك؟ وتادوك الناس اللي كاينين في المحكمه تما شي بعض الناس كيقولوا لها تما بانه باباك هذا هذه الدريه بدا كيخوفوها على النظره لانها راه دارت خطا، وداك الخطا راه كديروا اي دريه. ودابا الدريه هي دابا تحت الحضن ديالي، علاش ما خايفاش مني؟ الله يجازيكم بخير، وكنطلب من الله ومن الشعب المغربي يتعاون معايا على هاد البنيه. انا راه كنت انا يا انسان ديوتي راه ما غنديرش هاد الشوهه كامله في الاعلان. الله يرحم لكم الوالدين، انا راه كنقلب على حق بنتي لانها دريه، ها هي الحومه كامله تشد وتا هي تقول بالفم ديالها. راه قالت في اللايف الاول اشنو كتقول؟ بانه هو بشهاد المحكمه وشكون اللي عطاها اش عطاوها؟ حتى انا راه ما حتى دابا داك الشيء راه بدا كيبان ليا. واش هذا السيد هذا حتى باه قاضي؟ انا موليس وحدين ديال الدوزيام اللي كاينه في الدوزيام رونديسمون هي الوحيده اللي دارت معايا القانون في المحضر. المقاطعه السادسه لقيتها في البيرمانس دارت فيا ما بغات، وثلاثه الافراد من رجال الشرطه منهم البوليسي اللي دار لي التقديم وراه كيعترف بانه هو راه عندي اوديو ديالو بانه هو راه شاف السيده ملي خطبت لي بنتي. واش انا عندي حجوج وداير لي بانني انا راه ما كاين والو ما خاطبهاش دريه؟ ملي الدريه ما خاطبهاش علاش داتها بركه عندها في الدار؟ علاش كتساومها باش تبناها؟ شدت الدريه وعملتها وكتقول ناري امك ناري باك، والدريه يعني الدريه ملي دارت خطا راه ولات كتخاف رده الفعل ديال والديها. هما استغلوا هاد النقطة وركزوا عليها وداوها عند مشرفة اجتماعية. بنتي أنا ما كديرش المخدرات، علاش زعما وسخوها باش يطيحوا لها النيفو ديالها باش تبان بنت الزنقة؟ بنتي أنا ماشي بنت الزنقة. ها هما ديروا عليها بحث في الحومة كاملة في الجديدة كاملة. أنا بنتي أنا راه خرجوا لي عليها وأنا راه ما مسامحش في حقي. وأنا رسالة كنبلغها السيد وكيل العام الرئيس الاول ديال محكمه الاستئناف ديال الجديده باش يفتح لي المحضر ديالي ويدير معايا بحث، لانني انا راه المحكمه راه تحرمت منها، راه مابقاش كنقدر نمشي لها، راه فين ما كنمشي لها راه كيجي لي واحد كيجري عليا. الله يجازيكم بخير، جروا معايا بحث ووقفوني انا على حدي. عندي الاوديوات اللي المغتصب كيهدد لي بنتي، عندي الاوديوات ديال الدريه ملي تخطفت واستاشرت انا والبوليسي اش كيقول،
وهادشي كله كيتحفظ. هادشي راه جاني بزاف انا هادشي الله يجزيكم بخير. كنطلب من سيد الرئيس النيابه العامه ديال المدينه الجديده وغادي نراسلك وغنقول لك داكشي اللي كاين وكنطلب لك باش تفتح لي المحضر ديالي. انا راه وجهت رساله السيد الوكيل العام للنقد وصيفت رسالة للوكيل المملكة الوسيط للمملكة باش يبحثوا لي بحقي. وانا راه ما غنفرقش انا الاشر عندي اوديوات وناقشوني ولا لقيتوني كنكذب ها الشعب المغربي راه كله يحكم عليا. الله يرحم لكم الوالدين. هنا المجرم قدامنا كنشوفوا بعينينا كيعترف ولكن الرد راه ديال البوليس كي داروا اللي بغاو. هو كيعترف وما كيديروا انكار. الدريه ملي قالت لهم بان المواصفات ديال الدار وعطاتهم النعت ديال الدار وعطاتهم السدادر فين كاينين وعطاتهم هذه فين كاينه داك الشيء راه باقي هو هو كما كنقولوا حنا كاين ولكن البوليس راه ما مشاوش راقبوا هذا الشيء اللي كيقولوا. يعني راه مزورين المحاضر وبزاف ديال الحوايج. علاش انا ما داونيش انا الخبره الطبيه وما داونيش عند المشرفه ملي داو لي بنتي وداو مع امها؟ علاش هذا الملف هذا مسيني فيه امها وانا الملفات الاخرين كلهم مسينيهم انا؟ انا حتى نعرفت من كان غيديروا لي هادشي لاني انا كنسمع بودنيه ملي كنولي انا كنقول للبوليس انا راني درت ودرت 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 وهما كيديروا لي الانكار. انا راه يعني هادشي اللي وقع هادشي راه مباشره راه هادشي راه بعين بين. ومشيت عند سيد الوكيل العام واول سؤال عطاه ليا ملي وقفت الاغتصاب ديال بنتي سولني على السوابق ديالي شحال عندك. ملي جاوبته قلت له استاذ انا راني ما جيش على هذا الموضوع تحفظ المحضر ما تزادش معايا كلمه واحده ولكن هذا راه حقي كندوي عليه. انا ما مشيتش عندهم متهم باش يسولني على السوابق ديالي. واش السوابق ديالي اللي دوزت يعني راه قضيت العقوبات ودرت وليدات ودخلت سوق راسي وشدت الطريق المستقيم. علاش كيحاسبني عليهم هما وياخذ لي حق بنتي؟ واش هاد السوابق كيمنعوا دابا بنتي باش تاخذ حقها من هاد السوابق اللي دوزت انا؟ واش اللي عنده سوابق ولادو كيتحرموا من حقهم؟ انا السيد هذا راه حقرني وربما جيتو ساهل وراني دويت معاه وطلبت منه حقي وقال لي سير لا بغيتي تشكي سير فين ما بغيتي. طلبت منه باش كنهضر كيقول لي اسكت ولا نعيط لابيجي جديك دابا. والوقت اللي شتي السيده هاد 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 الام المغتصبه خطفت لي بنتي وديكلاريت بها جابت السيد الدريه وجابتها لعند الوكيل باش عرفتني انا مديكلاري بها. كاينه علاقه ما بين هاد السيده لانه هو باقي ما خرجش انا من المحكمه ملي شكيت بها بان خاطفه لي بنتي هي ساقت الخبر. والغد جاب الدريه والوقت اللي جاب الدريه ما ساعتين وهي باركه عند الوكيل بوحد. انا ما حاضر ما عرفت اشنو دار هنا. هذا راه غرور وخسروا عليا سيني هنا. شد بنتك سير الله يعاونك. وراكم سمعتوا الدريه انا راه ما نقدرش نقول. انا الدريه اللي كتقول كتقول لكم بان هو شي واحد عطاه الفلوس من المحكمه. حنا راه مشينا للمحكمه باش ناخذوا حقنا ما فيناش نسعاو. راه عاش الملك. هذا راه استغلال بوحدو هذا واهانه. حنا راه كنطلبوا الشرف ديال العائله وديال البنيه ما كنطالبوش شي حاجه اخرى من غير هذا الشيء. وراه اي واحد راه عنده وليدات راه ما يبغيش هذا الشيء يوقع. الله يجازيكم بخير. انا كنت انا هاد البنيه كنعرفهم مسخه وفعلا هاد الشيء اللي كيقولوا هما اقسم بالله ما نوقف في الجنب ديالها. وهاد الدريه ملي كتخاف مني وخافت مني راه خافت من رد الفعل ديال داكشي اللي وقع لان عارفه بانه كاين الحكام في الدار. والله يجازيكم بخير وكنطلب من الله ومن الملك ومن وكيل العام للنقد بمدينه الرباط باش ينصفني ويرفع لي الظلم اللي طاح عليا وانا راني غنبقى هكا تعطيني حقي الله ولا يعطي لي شي واحد اللي غيحن فيا. انا راه كنطلب من الله ومن من من جميع المسؤولين يشوفوا من الحاله النفسانيه ديالنا والنفسانيه ديال البنيه. هادشي راه كيبكي. الكلمه الاخيره
كنطلب من العدل ديال المدينة الجديدة باش يعطيني حقي، وحنا راه كنعرفوا بأن العدل كاين، ونطلبوا من سيدي ربي باش هاد الناس هادو يعطوني حقي. الله يجازيكم بخير وتنصفوا هاد البنية وتردوا لي الاعتبار. أنا راه كنطلب على الاعتبار، الاعتبار ديال العائلة كاملة، الشرف ديال العائلة كاملة كنطلبوا. أنا ما كنطلب حتى حاجة. علاش أنا هاد البنية تغتصب وتغتصب في حياتها ووسخوها؟ كنطلب من العدل ديال المدينة الجديدة يتدخل ويناقشني ويعطيني حقي. الله يجازيكم بخير. هذه هي الكلمة الأخيرة اللي غنقول لكم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.